شكله ينفع يتاكل. وانا اجرب ليه اساسا؟ خلاص كده دلوقتي. اهلا. ثواني. جميل، كمية حلوة. هو ده. استنى. ايوه اشوفك قريب. اهلا. ايوه اهلا. انت عايز ايه؟ هاي ابعد عن الطريق. اهلا، انا بكلمك يا ديكن. انا عمري ما بقدر الاقي حاجه هنا. اكد عليه في وقت تاني. المكان ده بشع. انا مش عارف. ايوه يلا بسرعه. ده انت. اهتم بالمحل. الشيء ده بايظ خالص. ارجع لي لو افتكرت عايز ايه. انا بصيت في المخازن، واضح ان السجاير خلصت. ما بيشتريش اي حاجه صح. ما بدخنش ومش مهتمه. فهم. استنى ثواني. اهلا. انا عايزه اسالك، سمعت انا كنت سايق امبارح مع ريكي. ومين الشخص ده؟ بوزر، واسمه ويليام او بيل تقريبا. انا دايما بقول يا بوزر وما تسالنيش ليه.
ما كنتش قصدي هيبقى كويس. انا وقفت عشان اسلم على ادي، ما حسيتوش تمام. ايوه كله هيبقى تمام، بس المهم ان هو يخف. هناخده ونتحرك للشمال، ما تقلقيش خالص. اتفقنا؟ اوكي صح. مع السلامة. الو، في حد على الإشارة دي؟ براين، هو ده انت؟ ايوه انا براين. لسه معاك لاسلكي. تمام، هحاول اساعدك. اعرف لي الست دي سارة ويتيكر، انا حطيتها في طيارتك في الليل اياها. ايوه عارف. ماشي، بس الاول لازم تعمل لي حاجة. لحظة، ايه؟ هو انت محتاج حاجة مني؟ اسمع، في شاشة رقمية على جهازك، هبعت لك رسالة مشفرة احداثيات، قابلني عند الموقع ده. وبراين، هو ليه كل ده بيحصل؟ قابلني هناك، بس في ضباط من نيرو في كل مكان زي ما حصل قبل كده، اوعى يشوفوك. وبراين حول. من ايه ده تاكر لديكن سانت جون؟ ردوا. ديك، انت هناك؟ اهلا تاك، عندك شغل ليا؟ هعدي عليك لما الاقي فرصه. ديكن حول. متهيألي لازم ارجع هنا واكمل حرق مكان التفشي ده وقت تاني. اقدر اصلح ده. كده كفايه. لا مش دلوقتي. انت هتموت. اخيرا. أنا شامم ريحة عش، أكيد هنا في مكان قريب. في عش تاني. أيوة يلا نحرقه. سعيدة.
هنا الحو Ha!
تمام. عايز اكتر. تمام مش بطال. تمام كده. يلا بينا. لحمة طازة. أنا سمعت حاجة. المعسكر اسمه كوبلان. الناس اللي عايشين هناك قد إيه في المعسكر؟ مش عارف حاجة. ادخل من هنا. اخيرا مش مصدق. ماتوا ارجعوا. كتيره قليله جدا. كفايه بس اسكت. انا هسيبك تمشي. ايه انت مش كوبلند؟ بعتني. يلا اقف. اوه يا خبر. شكرا. يلا طردونا مكان ما بنشتري المؤن. ما عرفتش اتصرف. اسكت. تعرف تجري؟ ايه ايوه. طب يلا اجري. يلا شكرا. هقول لكوبلند انك انقذتني. فكرة أحسن. ده المفروض ينجح. كوب لقيت الراجل بتاعك. هو عايش؟ بالعافية. ارجع لك على رجلك. كيف تبعك كده؟ علم وينفذ. شكرا سين جون. كوبلاند تحول. ممكن أساعدك؟ ديك عندنا مشكلة. أيوة تاك. إيه الأخبار؟ أنت فاكر لما ألقاي قال إن الممزقين مترصدين في طريقنا؟ أيوة أنا فاكر. وهو قال لي ما حاولش يوقفهم. طيب إحنا شفناهم بيستكشفوا الهوت سبرينجز. كان في 2 ماشيين وراهم لحد المعسكر في المنحدرات جنوب فتحتين البركان. الممزقين السفلة ما تقلقيش منهم. هتصرف معاهم. في حساب هصفيه. حساب؟
اللي انت بتقوله ده. ما تشغليش بالك. ديكن، ايه الاخبار؟ انت محتاج حاجة؟ الكاي. اختيار صح. محتاج اي حاجة تانية؟ في حاجة تانية ساعدك فيها؟ شكرا. طيب ماشي، هكون موجود. أشوفك قريب.